أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، كثر الحديث عن الجمع عند نزول المطر، فما الضابط في ذلك مأجورين؟ الضابط الجمع بين المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، لأنه الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى الراحة والبقاء في البيوت، ويكون أيضا فيه ظلام الليل، ولا يجوز الجمع إلا إذا كان المطر يبل الثياب. أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فهذا لا يجيز الجمع. أو كان بين الناس، بين المصلين وبين المسجد، وحل في الأرض، طين دحر وطين يخوضونه، ومياه، طين ومياه يخوضونها إلى المسجد، هنا يشرع الجمع. سبب الجمع هو أحد أمرين: إما المطر الذي يبل الثياب، وإما الدحر والطين الذي يخوضه الناس إلى الحضور للمسجد في الليل، فيخفف عنهم بالجمع. وهناك سبب ثالث ذكره الفقهاء، وهو الريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة، الريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة اللي يباح الجمع فيها بين العشاءين، المغرب والعشاء. نعم. طيب سماحة الشيخ، الآن الأرض مسفلتة فضيلة الشيخ، إذا ما فيها دحر، إذا توقف المطر فلا يجمع، لأن الأرض ليس فيها دحر وليس فيها طين. نعم.